السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالإشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقعين ممتازين جدا لربح الروبل، الموقعين مجانا، الموقعين مجانا، بس يا ريت تدعمونا بلايك. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك. الموقعين بيبقوا في المتصفح زي ما انتم شايفين، ده الموقع الاول وده الموقع الثاني. تمام يا شباب، هنيجي من هنا يا شباب وهندوس هنا كده. الاول هندوس على الصور، هوريكم الصور للموقعين. الموقع بيجيب لك الاعلانات بالشكل اللي قدامنا دوت، وبيجيب لك عداد بيفضل يعد لحد ما بيخلص، بيديك 1 سنت، 2 سنت، 3 سنت. ماشي، ده اول صورة، ودي تاني صورة يا شباب اهو، هنا مديني 2 سنت، وهنا صورة. هيجي لك لو الموقع وقف بيجيب لك صورة صغيرة كده زي ما انت شايف الاعلان، وبيجيب لك جنبيها كلمة باللون الازرق زي كده، بتدوس عليها بتفتح معاك صفحة زي ديت، ويقول لك دخله ال3 ارقام دولت هنا، وبتدوس تأكيد كده الموقع يرجع يشتغل معاك تاني. يا اما بيجيب لك ده الموقع بالنسبه للموقع دوت. الموقع التاني بيجيب لك برضو صوره زرقاء بتدوس عليها بيفتح معاك، وبيجيب لك ارقام، وبيقول لك اختار لي الرقم اللي يعني مثلا بيجيب لك رقم فوق ويقول لك طلع لي الرقم ده من وسط الارقام، بتطلعه له فبيحسب لك كده ايه قيمه الاعلان. ماشي يا شباب، هنرجع تاني للموقع، هندوس هنا كده وهنفتح الموقع من هنا. انا مش هشرح لكم التسجيل لان يعني التسجيل عادي خالص. بندوس هنا كده يا شباب، اهو الموقع بيفتح معانا بالشكل دوت زي ما انتم شايفين. عنده 4 روبل و42 سنت، ده الموقع الاول. الموقع الثاني يا شباب اهو، هندوس عليه كده وندوس على الكلمه اللي تحت دي يفتح معانا. طب هنشتغل على الموقع ده ازاي؟ الموقع دوت بعد ما بتسجل فيه على طول مباشره بتدوس على كلمه التصفح. ثواني، في كلمة هنا بتجيب لك اهو الكلمة دي يا شباب اللي هي بالعربي هتبقى ارباح. تمام، بتشوف انت لازم يكون عندك متصفح من المتصفحات ديت، بتختار تثبيت ال بتثبت اللي هي الاشارة اللي فوق ديت اللي هي تبع المتصفح اللي انت بشغال عليه، بتثبت معاك بالشكل ده. بتدوس على المتصفح كده بيجيب لك أداة أهي بتعمل لها إضافة أهي بالشكل ده، بتبقى هنا أهي. تمام يا شباب، ده بالموقع الأول. والموقع التاني نفس النظام برضو، هنخش عليه كده وهنقوم دايسين على الكلمة اللي هي ديت برضو نفس الكلمة، هنختار برضو نفس النظام وهنثبت الكلمة اللي هي فوق ديت اللي هي الإشارة اللي فوق ديت، اول واحدة اللي احنا نقدر نشوف منها ارباحنا واعلاناتنا قد ايه، ونقدر نسحب لما نوصل للحد الادنى وهو 1 روبل. هنعمل اثباتين سحب الموقعين يا شباب. حاليا هنخش على الموقع الاول اهو قدامنا، هنترجم كده باللغة العربية وهنيجي هنا الارباح السحب اهو يا شباب. تمام كده، طبعا اول حاجة بنخش عليها الاعدادات وبنثبت المحافظ بتاعتنا. بنيجي من هنا كده، لا لا ده مش من هنا، استنوا، الاعدادات مساعدة المهام اعلى ما يصل اليه. طب هنشوف الاول السحب وبعد كده هشوف لكم الاعدادات منين. المهام، هنعمل السحب الاول يا شباب. هنيجي من هنا هنحط المبلغ بتاعنا، هنشوف المحفظة بتاعتنا ايه اللي احنا ثبتناها اهو زي ما انا مثبت كده المحفظة بتاعتي اللي هي البير، وعندي 4 روبل و4 سنت. ممكن اخد الرقم ده كده 4 روبل و42 سنت، وهدخله هنا واخش على محفظة الباير يا شباب. الاقي اخر حاجة عندي كانت 9 روبل و2 و87 سنت، وهعمل طلب سحب اهو يا شباب. السحب اتشال اهو زي ما انتم شايفين، السحب تم. هنترجم كده، الحصول على المزيد من العملات اهو يا شباب تم السحب اهو. هنخش على محفظة الباير ونعمل ريفريش.
اهو يا شباب السحب وصل 4 روبل و42 سنت، وبكده الموقع الاول تمام يا شباب وصادق. هنخش على الموقع التاني، هنيجي من هنا برضو كلمة الايداع او السحب الاستنتاج تحت اهي اللي هي السحب اهو. انا عندي هنا كام؟ قلنا عندنا 5 روبل و42 سنت. هنا الموقع ده بيسحبش غير عدد صحيح، يعني ما بيسحبش ال 43 سنت. هنسحب ال5 روبل على طول، وهنعمل طلب سحب المحفظة المثبتة زي ما انتم شايفين. هنعمل سحب اهو يا شباب، كده السحب تم. هنخش على البئير ونعمل ريفريش تاني اهو يا شباب، ال5 روبل وصلوا بدون حتى عمولة بئير ولا حاجة اهو. والموقع سهل جدا ونقدر نحقق منه ارباح ممتازة جدا، لان الموقع ده بيشتغل اول ما بيشغل الكمبيوتر الموقع بيبدأ يشتغل معاك وينزل لك الاعلانات. وزي ما انتم شايفين يا شباب دي كلها سحوباتي من الموقع اهي. هنشوف بقى ايه الاعدادات، يعني مثلا الاعدادات من هنا هنخش الاول هنترجم باللغة العربية. بعد ما بنسجل في الموقع هنخش على حسابي الخروج، دوس على كلمة حسابي، دي المعلومات. هنلاقي الاعدادات يا شباب. بعد ما نخش على كلمة حسابي، عرض الاعلانات المتبقية، عرض تهنئة الاعلانات، كلمة المرور، معلومات الفاتورة اهي يا شباب. هتخش على معلومات الفاتورة بعد ما تخش على كلمة حسابي، وهتحط رقم محفظة البئير وتعمل حفظ. ده بالنسبة للموقع الاول. الموقع التاني برضو يا شباب هنيجي برضو على كلمة هنشوف اعلى ما يصل اليه السحب ارباح المهام مساعدة. اهي يا شباب كلمة اعدادات تحت اهي، هنخش عليها. هنشوف برضو اهي كلمة تفاصيل الدفع اهي، هنخش عليها ونحط رقم المحفظة ونعمل حفظ. وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وما تبخلوش علينا بلايك. ولو عوزتوا رابط الاحالة وكل حاجة هتلاقوها هنا يا شباب. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.